خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة، وكذلك اجتمع مع عدد من الوزراء في نفس السياق للنهوض العاجل بالصناعة المصرية. امبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية. تعالوا نروح ونشوف مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة اللي بتهدف للنهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي متطور بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز الاقتصاد الوطني ككل على النحو اللي بينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك دعم كامل لسياسات البنك المركزي اللي بتستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف وتحديد سعر العملة المحلية وفقاً لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي ودعم قدرته على مواجهة الصدمات وصياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة بالإضافة لإقرار نظام ضريبي مستقر. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماع لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية اللي بتتم حالياً تمهيداً لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع منطقة رأس الحكمة لبدء العمل. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمستحقين ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة لموقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة. وتم الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد عن 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمخطط أن تتضمن مناطق سكنية وخدمية وأنشطة تجارية واستثمارية ومناطق مفتوحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تم استقبال وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة بعثة المنتخب المصري لرياضة سيف المبارزة فور وصولها لأرض الوطن وسط تواجد جماهيري حافل بعد مشاركتها المتميزة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. تضمنت البعثة المصرية مشاركة 3 لاعبين من أندية المؤسسات الرياضية العسكرية ضمن قوام المنتخب الوطني لسيف المبارزة، ونجح اللاعب محمد السيد سامي لاعب نادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايك ستيب التابع لجهاز الرياضة للقوات المسلحة بتحقيق المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح سيف المبارزة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 24 بمشاركة عدد من المقاتلات من مختلف الطرازات اللي بيتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. وتضمنت المرحلة الأولى للتدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إحدى وحدات التدريب الأساسي للمجندين بالقوات المسلحة، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين والاطمئنان على الفرد المقاتل إدارياً ومعنوياً وتدريبياً منذ انضمامه للقوات المسلحة.
أيضا التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالجنود المستجدين ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصري المؤهل علميا وبدنيا ومعنويا لتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.